وسهلا بكم من جديد. اليوم ان شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم ان شاء الله بدنا نكمل مايكروسكوبيك اكزامينيشن لليورين. اليوم بدنا نحكي عن الكريستالز، بس بنحب ننوه في البداية انه بالنسبة للكريستالز احنا هنعرض بعض الاشكال اللي ممكن تكون تيبيكال موجودة في اليورين، بس بالتأكيد يعني قد ما بدنا نحكي ونوصف يعني في الحتت هذه، هذا لا يغني بأي حال من الأحوال على انكم تطلعوا تخشوا على النت، على تكتب على الايمج بتاعت الجوجل وتتفرج، او تكتبوا انه اي نوع من الكريستالز اللي بدنا نحكي عنها، يعني لانه احنا قد ما بدنا نوصف او نعطي اشكال لازم يطلع كده هيك اشكال عندكم في اليورين او تحت الميكروسكوب، اشكال ممكن ما تكونش تيبيكال يعني، او بمعنى اخر قديش بتشوفوا صور على النت على جوجل بطبيعة الحال بتزدادوا او بصير عندكم خبرة اكتر في حكاية الكريستالز. يعني بداية نقول اللي هو ايه بالنسبة للكريستالز او اللي احنا بنحكي عنها املاح، هي عبارة عن زيادة كونسنتريشن في اليورين، وهذه لو كل ما نعطي مجال لليورين انه يستقر او يستقر ويعمل سيتل داون بصير بريسيبيتيشن. يعني خلينا نقول انه قديش بالطول مدة اليورين بدون حفظ قديش يضل فترة موجود، هذه بتزيد كمية البريسيبيتيشن بتاعت الكريستالز وبالتالي بتبين. بمعنى او باخر انه ايه، احنا ما بنهتمش في الكريستالز او في بعض انواع الكريستالز الا لما يكون فريشلي فويدد يورين، اذا كان اليورين فريش. ولذلك لما بدنا نشخص او نشوف مشكله في الكريستالز طبعا جاست بي او ماست بي اللي هو فريش يورين، لا مش اولد يورين، لانه الاولد يورين لازم يحتوي على كريستالز بسبب اللي هو البريسيبيتيشن اوت بتاعت الكريستالز او الاملاح. خلينا نقول اللي هو موستلي الكريستالز اللي بنشوفها انسيجنيفيكانت، يعني ما هو في النهايه اليورين اللي هو اوتبوت كله بيطلع يعني. لكن خلينا نقول انه بعض الكريستالز في بعض الظروف لما يكون فريش يورين وخاصه اسيد يورين ممكن تعطينا انديكيشن لليفر ديزيز او ميتابوليك ديزيز على سبيل المثال. واحنا يمكن لما كنا بنحكي في الامينو اسيد باثز زي بتتذكروا مثلا السستينيوريا اللي هو ايه، هنا ممكن يكون الكريستالز اللي موجوده لها دلاله ما، يعني على سبيل المثال ممكن تعنينا اللي هو ايه، قد يكون رينال دامج. يعني بشكل عام بالنسبه للكريستالز المهمه او اللي ممكن ذات تكون دلاله يعني اللي موجوده في اليورين او في فريشلي فويدد يورين، يعني كمان حقيقه او معلومه يعني موست او خلينا نقول اول سيجنيفيكانت كريستالز فاوند ان اسيديك يورين، مش في الالكالاين، في الاسيديك. يعني بمعنى او باخر لازم تكون اليورين فريش وبعدين الاسيديك يورين هو اللي بنلاقي فيه الكريستالز اللي ذات دلاله طبيه او طبعا وجود الكريستالز بكونسنتريشن عالي ممكن يعني اللي هو بايل او يورين كالكولاي حصاوي. يعني بالنسبه للفورميشن اللي هي زي ما بنحكي عمليه اللي هو ايه، عمليه البريسيبيتيشن اوت، كل ما اعطينا فتره اليورين انه يستقر. يعني عوامل اللي بتأثر في وجود الكريستالز اللي هي البي اتش، سواء عشان كده هنلاحظوا انه في كريستالز موجوده في الاسيد يورين وفي كريستالز موجوده في الالكالين يورين. العامل الثاني السوليوت كونسنتريشن، طبعا كل ما زاد سبيسيفيك جرافيتي معنى كده بيكون كونسنتريشن، وهذه بتكون فرصه اعلى لوجود الكريستالز. تمبريتشر العامل بعد كده، العامل الثالث بطبيعه الحال اذا احتفظنا العينه في ريفريجريتور او بردناها ممكن زي ما شفنا في حكايه الامورفاسيوريت مثلا بتساعد في تكوين بعض انواع الكريستالز. اليورينستاسيس اللي هي ايه، معدل خلينا نقول معدل جريان اليورين، يعني كل ما كان جريان اليورين بطيء هذا بعطي فرصه للبريسيبيتيشن للكريستالز وانها تبين. يعني الايدنتيفيكيشن للكريستالز رقم واحد نعتمد على الميكروسكوبيك ابيرانس، كيف بيبين شكلها تحت الميكروسكوب. البي اتش بتاع اليورين مهم في الايدنتيفيكيشن، بنعرف كده وبنعيد كمان مره انه كل الباثولوجيكال كريستال الدلاله الطبيه يعني اللي هي موجوده في الاسيديك يورين مش في الالكالاين يورين. السولابيليتي بطبيعه الحال عشان كده هنلاحظ انه الاسيديك كريستالز اللي بنشوفها في الاسيد يورين مش هنلاقيها موجوده في الالكالاين يورين لانه بتدوب على سبيل المثال، والعكس الالكالاين كريستالز مش هنلاقيها موجوده في الاسيد يورين بطبيعه الحال. بالنسبه للكلاسيفيكيشن خلينا نقول الانواع الكريستالز اللي بدنا نحكي عنها اللي هي
نورمال اسيديك او اسيد بي اتش كريستالز، يعني كريستالز هذه بنلاقيها في النورمال في الاسيديك يورين، نورمال كريستالز. نورمال الكالاين بي اتش كريستالز، كريستالز يعني بنلاقيها نورمال في الالكالاين بي اتش. باثولوجيك كريستالز، باثولوجيك لذا الدلاله او لها معنى يعني طبيه بمعنى اخر، وهذه بنلاقيها موصلة في الاسيديك وبدرجه اقل في نيوترال يورين، نيوترال بي اتش بنعني يعني. بعد كده الدراج انديوس كريستالز، يعني بعض الناس اللي بياخذوا بعض الادويه زي السلفوناميد والامبسيلين هنلاحظ انه هذا بينتج عنهم نوع من الكريستالز. طبعا الكريستالز هذه مرتبطه بالايش، بالدواء او الدراج اللي بياخذه الشخص يعني. بالنسبه للريبورتينج طبعا ممكن نقيس بشكل اللي هو هيب بير هاي قديش ونعدل عددها في الفيلدز، ناخذ افريج بطبيعه الحال، والتمييز بيكون بير هاي باور فيلد، او ممكن يكون عندنا سيمي كوانتيتيف زي مثلا نعطي بريس بريس بلس 1 بلس 2 بلس 3 بلس 4، واذا كان عدد كبير خالص نعطيها باكج. طبعا هذه مساله رف استيميشن بتعتمد على ايش تقدير الشخص اللي بشوف تحت الميكروسكوب. خلينا نبدا في الكومون اسيد كريستالز. الكريستالز اللي بنلاقيها نورمال في الاسيد كيورين امورفاس يوريت، يوريك اسيد، كالسيوم اوكزاليت. لو بدينا في الامورفاس يوريت حكينا عنه لو تركنا العينه فتره كده او حطيناها في الفريج هنلاحظ انه ايه وجود الامورفاس يوريت. طبعا امورفاس معناها ايمورفاس معناها فيش شكل محدد الها يعني، يعني تبدو زي كده زي الساند او زي الرمل تحت الميكروسكوب يعني. طبعا عشان نقول عنها يوريت مش حاجه مش اخفر امورفاس بوسفيت، واذا كان اليورين اسيديك بطبيعه الحال بتكون اللي هو امورفاس يوريت. بشكل لو عملنا السيدمنت هنلاحظ انه بياخذ اللون البينك، طبعا بسبب انه صبغه اليورو اوريثرين اللي بتنجذب له او بتتراكم على الايش على الامورفاس يوريت، عشان كده باخذ لون البينك. هذا بالنسبه ماكروسكوبلي يعني لما نطلع في العين بمعنى اخر. تحت الميكروسكوب طبعا بنحكي اللي هو مالها شكل محدد ايمورفاس ريد يلو او شكل البينك تقريبا يعني. طبعا خلينا نعمل ريبورتنج انها امورفاس يوريت انه اللي هو اليور بي اتش بتاع اليورين اللي هو ايه اسيديك. وهكذا يبدو تحتها. طبعا انا بقول كده هذه زي ما انتم شايفين امورفاس، هي عندي امورفاس يوريت لانه اليورين موجود بي اتش الاسيديك بي اتش يعني. وعشان التاكد يعني لو عملنا الكالينيزيشن لليورين رفعنا البي اتش بتاعه هتدوب بمعنى اخر، او لو سخنا شويه كده جنتلي ممكن تدوب. هذه هي علامات اللي هو الامورفاس يوريت اللي هو اساسا نورمال فايندنج ممكن نلاقيه في الاسيد كيورين خاصه اذا تركناه فتره شويه يعني. اليوريك اسيد كريستالز اللي هذه ممكن تعمل لخمه شويه لانه اشكالها كثيره خالص خالص، بطبيعه الحال هذه موجوده في الاسيد كيورين من النورمال فايندنجز اللي بنلاقيها في الاسيد كيورين يعني. بالنسبه للكالر يعني يالو براون ما تدوقوش على مساله الكالر يعني، المساله مش تيبيكال يعني. الاشكال اللي ممكن ياخذها الاسيديك كريستال او الاسيديك يوريك اسيديك كريستالز اللي زي ما احنا شايفين هنا بليومورفيك، يعني ما فيش شكل محدد يعني اكثر شكل ممكن يخطر على بالكم يعني، مثلا زي الدايموند على سبيل المثال، زي شكل الماس مثلا كده هنا، باريل زي شكل البرميل، رومبويد اللي هو شكل كده مش شكل مضلع بس ما هوش منتظم يعني، يعني ممكن له اوجه او اكثر من سطح مش ماخذه نفس الاحجام تختلف ابعادها بمعنى اخر، الزوايا اللي موجوده مش تختلف من زاويه لزاويه يعني، يعني ما هو الشكل هندسي منتظم بمعنى اخر. ممكن تاخذ شكل اللي هو ويت ستون زي حجر مسنن، طبعا حجر بحواف مع روز زي شكل الورده او شكل النيدلز يعني، زي ما احنا شايفين اكثر من شكل ممكن نلاقيه يعني. الهكساجونال اللي هو الشكل السداسي منه ممكن يكون شبيه بالكريستال او السيستين كريستال، ننتبه للمساله. طبعا السيستين كريستال هذه باثولوجيكال كونديشن، الناس اللي عندهم بنلاقيها غالبا سيستينيوريا، عشان ننتبه للفرق ما بينهم يعني. طبعا له اكثر شكل ممكن نلاقيه اللي هو الشكل الماسي او الدايموند شيب يعني. بشكل عام مش مهم يعني لو لقيناه ما هوش شغله كبيره يعني او دلاله طبيه يعني، الا اذا كان طبعا بكميات كبيره لقيناه وكان اليورين فريش يعني. ممكن يكون مشكله جوت يعني الناس التهاب مفاصل، بعض الناس حالات اللوكيميا او اللي بياخذوا كيموثيرابي ممكن يبين عندهم كمان. خذوا بالكم اليوريك اسيد اللي هو ميتابوليك برودكت
دي ان ايه عشان كده الناس اللي عندهم لوكيميا بنلاحظ الميتابوليزم بتاع الدي ان ايه بيكون اكتر بكتير، عشان كده بنلاحظ انه هو اليوريك اسيد ممكن يكون موجود في اليورين، وممكن يكون طبعا موجود كمان في البلاد اليوريك اسيد، بس هناك مش على شكل كريستالز بطبيعة الحال، يعني ممكن يكون من التيومر ماركرز على الاجريسفنس بتاع التيومر. يعني خلينا نقول بالنسبة لل يوريك اسيد اللي هو السولوبلايزيشن، يعني لو رفعنا احنا بنلاقي في طبعا في الاسيدك، لو رفعنا اليورين لبي اتش الكالاين او الكالاين بي اتش، ممكن نلاحظ انه ايش الكريستالز او اليوريك اسيد بدوب يعني. ويمكن هذه الفكره في عمليه اللي هو ايه انه نستخدم عمليه او نزيد البي اتش في اليورين بتاع الناس اللي عندهم ايه يوريك اسيد كريستالز، عشان نقلل حكايه اللي هو ايه اكيوت يوريك اسيد نيفروباثي، او نقلل المساله هذه الناس اللي عندهم او ممكن يصير عندهم حصاوي من ايش من اليوريك اسيد، نعمل الكالينايزيشن لليورين عشان ما يترسبش اللي هو ايش اليوريك اسيد يعني. وكمان ميزه تانية زي ما احنا شايفين ما هوش مرتبط، ما بصيرش معهم هيماتو يوريا بلاد في اليورين او جلوكوز او مثلا بروتين في اليورين الناس اللي عندهم اللي هو ايه يوريك اسيد كريستال. زي ما احنا شايفين اشكال كتيره خالص خالص، ممكن تكون شكل باريل على سبيل المثال، ممكن تكون شكل دايموند، هنا شكل باريل، يعني اشكال كتيره. بدا صحيح يعني الواحد ايه يطلع اكتر على صور او ايمج في على النت عشان ايه يشوف اليوريك اسيد، لانه ممكن فيش شكل محدد، اشكال كتيره ممكن تكون. يعني على سبيل المثال هنا شكل مثلا اللي هو ممكن يكون شكل هكساجونال او دايموند مثلا، يعني هنا ممكن يكون نفس النظام، هنا برضو ممكن يكون دايموند على سبيل المثال، هنا ممكن يكون رومبويد مثلا، يعني اللي هو ايش مش ماخذ شكل محدد، وهكذا يعني هنا ممكن يكون رومبويد على سبيل المثال. زي ما بنقولكم يعني ما فيش شكل محدد بالنسبة لليوريك اسيد كريستالز، لذلك يعني ينصح انه الواحد يطلع على صور اكتر عشان يزيد الخبرة عنده فيما يتعلق باليورين اسيد كريستالز. الكالسيوم اوكساليت كريستالز برضو من كريستالز اللي ممكن نلاقيها بوفرة او فريكوانتلي في اليورين، يعني الكويس طبعا ذا موست فريكوانتلي فاوند، يعني الكويس فيها انه سهلها او شكلها سهل جدا، بسموها الاوفيل سوري الانفولوب شيب، زي ما انتم شايفين شكلها مميز جدا زي شكل المظروف بتاع الرسائل لما كان زمان نبعت رسائل يعني. هذا اللي ممكن نلاقيه في الكوانتلي في اليورين، يعني شكل سهل جدا وسهل الواحد يميزه. احيانا ممكن تاخذ شكل الاوفيل شكل بيضاوي، الشكل البيضاوي ممكن يعمل لنا لخمه مع الريد بلاد سيلز اذا مش قادرين نميز من خلاله بالنظر يعني. كلاهما سواء اللي هو الكالسيوم اوكساليت او الريد بلاد سيلز كلاهما لو حطيناه في اتش سي ال بيدوبوا، بس بالنسبه للكالسيوم اوكساليت نوت سولابل في الاسيتيك اسيد، بالنسبه للريد بلاد سيلز سولابل في الاسيتيك اسيد، يعني هذه الشغله ممكن تميز بينهم اللي هو الاسيتيك اسيد اذا كان بيقدرين يميزها بالعين يعني او تحت الميكروسكوب. ممكن برضو اذا زادت كميتها اكثر من اللازم ممكن تعطينا نوع دلاله على الثيسيس او ستون فورميشن، اذا كانت بوفره او باستمرار بشكل متواصل موجوده في يورين نفس الشخص يعني بشكل كبير يعني. طبعا ممكن برضو اللي هو ايه كالسيوم اوكساليت تاخذ شكل اللي هو دامبل شيب، زي ما احنا شايفين هنا ممكن يكون شكل الانفلوب، هذه برضو اللي هو كالسيوم اوكساليت، وهنا ممكن تاخذ بشكل اقل اللي هو دامبل شيب يعني. نحكي على النورمال الكالاين يورين كريستالز اللي هي ايه الكريستالز اللي بنلاقيها نورمالي في الايه في اليوريك اسيد سوري في الالكالاين يورين، امورفوس فوسفيت تريبل فوسفيت امونيوم بايوريت كالسيوم كربونات. نبدا في الامورفوس فوسفيت، هو نفس شكل الامورفوس يوريت اللي بنلاقي في الاسيد كيورين، اللهم انه يعني هناك بيكون البي اتش اسيدك، هنا بيكون البي اتش الكالاين، طبعا السيدمنت بيكون ماخذ شكل الوايت اليوريت الامورفوس يوريت في الاسيدك ممكن بيكون ماخذ شكل البينك، وحكينا بيكون السبب اللي هو صبغه الاوريثرين موجوده عليه يعني. الميزه الثانيه انه هو طبعا بالاضافه لانه اوكر في الالكالاين بي اتش ديزولف ان اسيتيك اسيد، يعني سهل جدا انه نميزه اللي هو بالشكل هذا يعني زي الساند لايك او زي شكل الرمل يعني. النوع الثاني من الكريستالز اللي بنلاقيها في الالكالاين كونديشن اللي هو تريبل فوسفيت كريستالز، او احنا بنسميها ماغنيزيوم امونيوم فوسفيت،
بنعطيها وبتاخذ شكل الكوفنليت زي ما انتم شايفين كده، اللي هو لو نظرنا للكفن من فوق شكل الغطاء الكفن اللي هو لما ننظر توب فيو او من فوق يعني كوفن ليد، بنلاقيها موصلة في الناس اللي عندهم يو تي اي يورينري تراك انفكشن، وخاصه لما تكون الانفكشس ايجنت اللي هي من ايش بكتيريا اللي هي تنتج يوريز اللي بيعمل سبليتنج لايش لليوريا زي مثلا البروتياس ميرابيليس، هنا بنلاقيها بوفره الكوفن ليد. بس برضو بنرجع ناكد هي من ضمن اللي ممكن نلاقيها احيانا في الالكالاين يورين، وما هي تكون ذات دلاله اذا كان حجمها كبير او عددها كبير ممكن دلاله على ايش يو تي اي انفكشن في اليوريا سبليتنج بكتيريا. امونيوم بايوريت كريستال اللي هي وجودها نادر بنشوفها في الفريش يورين، وجودها في اليورين دلاله على انه اليورين او عينه اليورين اولد يعني قديمه، يعني احيانا بسموها اللي هو ثورن ابل كريستالز. طبعا ثورن ابل نوع من انواع النباتات، ثورن ابل بتشبه زي ما انتم شايفين زي الشكل كده هيك تقريبا زي شكل دائره وطالع منها قرون كده يعني. طبعا اجى الاسم ثورن ابل كريستالز لانها بتشبه نبات بسموه الثورن ابل. كالسيوم كربونات كريستالز برضو من ضمن الكريستالز اللي بنلاقيها نورمال في الالكالاين بي اتش يورين زي ما احنا شايفين يعني كده، اللي هي عبارة عن جرالوز ممكن تكون شبيهة بشكل البكتيريا يعني. هنا بدنا نحكي على الكريستالز اللي هي ايش اللي لها دلالة طبية او لها باثولوجيكال كونديشن مينينج يعني، هذا طبعا مش نورمالي موجودة في اليورين. عندنا مثلا البيلروبين، عندنا الكوليسترول، عندنا السيستين، عندنا اليوساين، التايروساين، السلف، الاساكلوفير، اندينفير، ادينا سوري اندينفير، كل الكريستالز هذه اذا وجدت هذه دلاله على انه باثولوجيكال كونديشن. وطبعا بنرجع بناكد اللي حتلاقيها كلها في الايش في الاسيد كيورين. السيستين كريستالز على فكره يعني اذا بتتذكروا حكايه السيستين يوريا وشفنا ايش المشكله عند الناس هذول، يعني السيستين كريستال اللي عند الناس اللي بيعانوا من السيستين لانه بصير سكريشن في اليورين وما بيصيرش ري ابزوربشن، عشان كده بتكون عندهم كميات كثيره من السيستين او سيستين كريستالز في اليورين يعني. طبعا شكلها اللي هو ايه هيكساجونال، بنذكركم انه ممكن تعمل اللي هو تتشابه مع الهيكساجونال شيب بتاع اليوريك اسيد كريستالز يعني. بس هي شكل السيستين كريستال هيكساجونال، بنلاقيها في الميتابوليك ديس اوردرز زي على سبيل المثال قلنا اللي هو ايه سيستين يور يعني، في مشكله في عمليه الري ابزوربشن للسيستين من الرينال تيوبيولز، طبعا دلاله على وجود الكالوكولاي حصاوي وخاصه ايرل ستيج يعني خاصه في عمر مبكر لما واحد يكون عنده مشكله سيستيور يعني. طبعا هي بتدوب في الالكالاين كونديشن الكالاين بي اش، وعشان كذا كذا بنلاقيهاش الا في ايش في الاسيد كيورين يعني. طبعا هنا بيحكي انه ايه الهكساجونال شكلها بيعمل او شبيه بالهكساجونال يوريك اسيد كريستالز يعني. كوليسترول كريستالز اللي هي بعض الناس اللي عندهم مشاكل في الكوليسترول والميتابوليزم للكوليسترول، او بنلاحظ انه ايه الناس اللي عندهم ايه هيفي بروتينيوريا يعني كميات كثيره من اليورين اكسكريتد في اليورين، الناس هذول اللي بيعانوا من مشكله نيفريتك سيندروم على سبيل المثال. الشكل المميز للكريستالز او الكوليسترول كريستالز هي عباره عن طبعا بالاضافه لانه موجوده في الاسيد كيورين هي ايه عباره عن بليتش بليتس ونوتشد كورنر يعني كده زي صفايح كده، لكن الزاويه بتاعتها بتكون ايش مشطوفه او مكسوره كده يعني، هكذا يبدو شكل اللي هو ايش الكريستالز او الكوليسترول كريستالز. لاحظوا انه عباره عن بليتس، ولاحظوا انه ايش اللي هي ايه الزوايا اللي هي متاخذ منها شويه كده يعني، الزوايا ما هياش عدله يعني هي هكذا شكلها بشكل اللي هي كوليسترول كريستالز يعني، انتبه عباره عن بليتس مع زوايا ممكن تكون ايش مكسوره شويه. طبعا هذه ايه ممكن تتشابه مع نوع ثاني من الكريستالز اللي هو راديوجرافيك داي كريستالز، الناس اللي بياخذوا بعض صبغات لصوره اشعه يعني. بالشابه في الشكل كلاهما ممكن تاخذ شكل البليتس، بس ممكن نميز منهم من حاجتين. الحاله الاولى اللي هو بالنسبه للناس اللي عندهم راديوجرافيك كريستالز بنلاحظ انه سبيسيف جرافيتي بتكون عاليه 1 او اكثر من 1.04، هناك بتكون اقل في الكوليسترول. الشغله الثانيه بالنسبه للزوايا في البليتس بتاعت الراديوجرافيك كريستالز اللي بتكون زوايا مستقيمه ما هياش مبينه مكسوره زي ما بنلاحظ في الكوليسترول،
لاحظوا برضو مخده شكل البليز، بس الشكل المميز انه هو ايه، طبعا الزوايا سليمة عدلة كده يعني، بعكس اللي بنشوف هنا مثلا، بعكس اللي بنشوفه في الايه، في الكوليسترول كريستالز. بيليروبين كريستال طبعا المؤشرات اللي بتدل عليها بيكون عينة اليورين لونها غامق يلو دارك، يعني اللي هو البيليروبين بطبيعة الحال. هي عبارة عن في طبعا دلالة على انه في ليفر ديزيز او مشكلة في التعامل مع البيليروبين. اكيد بتعرفوا انه البيليروبين اللي بيزيد في اليورين هو كونجيجيتد وان، يعني هكذا الشكل، عبارة عن روزيت زي ما احنا شايفين كده، تكتل من النيدلز زي كورة كده وطالع منها نيدلز، يعني هذا هو شكل الكوليسترول. هنلاقي أشكال مشابهة ممكن اللي شكل النيدلز هذه، بس يمكن اللون بيختلف، يعني هنا اللون جاي من لون البيلروبين اللي معطي اللي هو دارك يلو بالنسبة لليورين. يعني طبعا الدب ستيك برضو ايه بيقول لنا انه ايش في بيلروبين، يعني كل الامور بتقول لنا او بتوضح انه هذا الشكل موجود اللي هو ايه، عبارة عن بيلروبين. يعني نوع تاني اللي هو ايه من الكريستالز ده الدلالة، اليوساين كريستالز، اتذكروا اليوساين اللي هو احد البرانش تشين امينو اسيد اللي ايه، حكينا عن الناس اللي عندهم مابل سيرم ديزيز اللي عندهم ديفيشنسي في الانزيم اللي هو برانش تشين دي كاربوكسيليز. اللوساين والايزولوساين والفالاين امينو اسيد. يعني طبعا الشكل المميز طبعا عبارة عن ليفر ديزيز خلينا نقول، او مشكلة سواء عندهم الناس هذول مابل سيرب او الليفر ديزيز، هذول بنكون لاقي عندهم اللوساين كريستالز زي ما شايفين الشكل، يعني اللي هو ايه مالتيز كروس. طبعا مالتيز كروس زي شكل الدرع اللي كان في الحروب الصليبية بيستخدموه، يعني الواجهة بتاعت الدرع. يعني طبعا هذا عبارة بسبب وجود فات في الكريستالز هذه بتاخذ الشكل. طبعا مش هذه الحالة المابل سيرب او اللوساين اللي اكتر من شكل، مثلا بعض انواع الموجود ستارش كتير في السل ممكن يعطينا الشكل اللي زي كده. يعني هكذا طبعا في البولارايز مايكروسكوبي هكذا بتبين اللي هو المالتيز كروس اللي هي دلالة على اليوسان كريستالز، هكذا بتبين في النورم بدون اللي هو زي السيركل بطبيعة الحال، تنتين مع بعض شكل وضحت انه هدول ايه، عبارة عن طبعا ما حدش يقول ان هذه السيلز او حاجة زي كده، يعني السيلز بكون حجمها اكبر من كده بكتير خالص خالص، يعني الرينال سيلز. يعني هكذا تبدو انه ايه الهيلوساين كريستالز في الفريش او في اليورين بطبيعه الحال، يعني في اللايت مايكروسكوبي. هنا عندنا حاجه اسمها تايروساين كريستالز، الناس اللي بيعملوا الميتابوليزم بتاع التايروساين زي ما احنا شايفين برضو زي عباره عن سفير وبطلع منها سبايكس او اشواك، يعني طبعا يمكن الى حد ما شبيهه بالايه في البيلروبين كريستالز، بس هنا بتكون مور دنس. ولاحظوا انه ايه طبعا اللون بيختلف، لون البيلروبين في العينه او العينه اللي فيها بيلروبين بيختلف جدا، هنا زي ما احنا شايفين اللي هو اللون وايت بلاك وايت. يعني عندنا بعض انواع الكريستالز اللي بشكل مؤقت ممكن نلاقيها في الناس اللي بياخذوا بعض انواع العلاجات، زي الناس اللي بتاخذ اسبرين على سبيل المثال بصير عندهم اسبرين كريستال، الناس اللي بتاخذ سلفونامايد، ناس اللي بتاخذ امبسلين كده. نشوف اشكالها تحت الميكروسكوب، الاسبرين كريستال زي ما شايفين زي رودس كده هيك، وماخده شكل ستار متجمع على بعضها. هنا مثلا سلفوناميد ماخده اللي هو تقريبا زي الدمبل شيب، طبعا بيختلف عن الدمبل شيب مثلا اللي شفناه في اليوريك اسيد، يعني هنا زي ما قلنا هنا كونسنتريتد اكتر يعني في الحته هذه. يعني بالاضافه لمعلوماتنا انه الشخص بياخذ اللي هو السلفوناميد، هنا مثلا اللي هو ايه امبسلين كريستالز زي نيدلز ممكن تكون مفرقة عن بعض وممكن تكون متكتلة مع بعض، يعني بس هي في النهاية بتاخد شكل كريستالز. بكده بنكون طبعا احنا حيمر اشكال اكتر من كده، يعني برجع وبنصح كمان مرة يا ريت تدخلوا على النت وتكتبوا اسماء الكريستالز هذه وتشوفوا ايش كيف ممكن تكون اشكالها، لانه ممكن تاخد شكل تحت الميكروسكوب ما هوش تيبيكال، يعني عشان كده ممكن تعمل مشكلة في الايدنتيفيكيشن. قديش بتشوف على النت اشكال الكريستالز هذه، قديش بصير عندكم خبرة. ان شاء الله بتكون نهاية محاضرة اليوم على الكريستالز. بنلتقي المحاضرة اللي جاية فيما يتعلق بالكاست، ويمكن بتكون هذه اللي هي الكاست او اليوناري كاست اخر حاجة في الايش في المايكروسكوبك اكزامينيشن او في اليورين اناليسيس. يعطيكم العافية والف شكر.